الوقفة هذه اليوم عندها خصوصية. الوقفة هذه هي مساهمة في وقفات وتجمعات دولية في أكثر من 40 عاصمة في العالم، في أفريقيا، في آسيا، في أمريكا، في أوروبا. والقرار هذايا كان اتخذ في أخيرا في جنوب أفريقيا في قمة الشعوب من أجل المطالبة بوقف الحرب الإبادة، وقف إطلاق النار، من أجل وقف حرب الإبادة اللي تعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة، وكذلك إدانة كل القوى الداعمة لهذا العدوان، وبشكل أدق العمل والضغط على أنظمة الحكم من أجل طرد سفراء دول المعتدية، وخاصة طرد سفراء الكيان الصهيوني. يعني البلدان المساهمة في الوقفة هذه اليوم برشا بلدان منهم مطبعة مع الكيان الصهيوني، وبطبيعة الحال فتح المعابر من أجل إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي معناها غزة. طبعا المطلب الأخير هو تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. وإحنا اليوم في تونس المسألة هذه ولات مسألة ملحة. هنا شفنا السلوك نتاع قيس السعيد ونتاع إبراهيم مدربالة رئيس برلمان الدوماء، الانتقال، ونحب نشدد عليها، الانتقال من التطبيع خيانة عظمى إلى اعتبار تجريم التطبيع اعتداء على أمن الدولة الخارجي. معناها من تجريم التطبيع انتقلنا إلى تجريم مناهضة التطبيع، وهذا يبين الكلام اللي قلناه عديد المرات، وهو أن قيس سعيد وقت يرفع في الشعارات مناهضة للصهيونية إنما راهي من باب الشعارات، من باب الخطب. وأكيد أنكم على علم بالضغوطات اللي تسلطت على نظام الحكم في تونس باش ما يجرمش التطبيع. وأكثر من هكا الصحافي التعيس الصهيوني أودي كوان يجي قبل يمكن بثلاث أيام يقول نسمح لك يا قيس سعيد باش تعمل الخطب اللي تحب ضد الصهيونية، أما راهو تجريم التطبيع لا. إذن هذا يوري وأن بالنسبة لهالمنظومة الشعبوية كيفها كيف المنظومة السابقة ما جرمتش التطبيع. تذكروا النهضة ما جرمتش التطبيع، بن علي ما جرمش التطبيع، كل النداء تونس ما جرمش التطبيع، كذلك هذه المنظومة ما جرمتش التطبيع لأنها مرتبطة عضويا بالمصالح نتاع الدول الاستعمارية وكذلك بالدول الرجعية في الخليج. لذلك بالنسبة لنا احنا سنواصل النضال وسنواصل الوقوف إلى جانب غزة وإلى جانب الشعب الفلسطيني من أجل إيقاف حرب الإبادة هذه. وبطبيعة الحال ندعو كل الشعب التونسي في كل المدن باش ما يوخرش وباش ما يفشلش وما يطبعش مع المجازر هذه، بل بالعكس يلزمنا أعداد أكبر. قرابة 10,000 شهيد تويكا، وآلة الحرب الإسرائيلية ماهيش راجعة لتالي، ما فماش حتى قانون دولي ولا حتى جهد مجهود عربي أو أوروبي لهذا. شنو نجموا نعملوا؟ سيرتو نحكيو على تونس. شو باش نقول لك حاجة، المجازر المتوسطة والمقاومة صامدة، هذا هي حاجة مهمة جدا، المقاومة صامدة. الأنظمة العربية خليني نقول لكم بلغتنا نحن، الله يرزيك فيهم، هذه أنظمة عمالة وأنظمة خيانة وأنظمة تطبيع وتواطى تستنى منها باش هي يعني توا كنت أتفرج في بلينكن مع وزير خارجية مصر والأردن يتحدث قدامه ما ثماش وقف إطلاق النار لأنه ستستفيد منه حماس. إذا الأنظمة هذه بالعكس تتسابق من أجل التطبيع ومن أجل خدمة مصالح أمريكا. اليوم التعويل على الشعوب بالنسبة للضمير الأوروبي هو ضمير الشعوب. شوفوا اليوم المدن الفرنسية، شوفوا لندن، شوفوا الولايات المتحدة الأمريكية كيفاش الشعوب خارجة. بالنسبة للأنظمة مش تطلب من اليمين الغربي اللي عمل الحرب في فيتنام، اللي هبط القنبلة على هيروشيما، اللي عمل 1.5 مليون شهيد في الجزائر،
اللي دمر الهند وارتكب جرائم فظيعة في الهند، مش تطلب منه باش هو تكون عنده ضمير؟ عمل دمروا العراق، لا يمكن أن ننتظر شيء من هذه من الدول الغربية إلا بالضغط وبالنضال، وإذا لزم الأمر لازمنا محاصرة السفارات نتاعهم وطرد سفرائهم. سي حما، نرجع للرئيس قيس سعيد اليوم كي يقول لك أن إدراج القضية الفلسطينية في الفصل 60 من المجلس الجزائية وأنك أنت تحطها في خيانة العظمى، هل هذا لا يكفي؟ لازم اليوم قانون تجريب؟ اسمعني، شوف، هذا ما هوش كافي. علاش ما هوش كافي؟ لأنه المسألة نتاع التطبيع مسألة خصوصية، هي مسألة خصوصية مرتبطة بقضية معينة، ما تجيش تعومها في الخيانة العظمى اللي تنجم تكون مربوطة بأحداث داخلية، وخاصة بأحداث داخلية صارت قبل، وزير ولا رئيس حكومة ولا رئيس، ولا هذه قضية خصوصية، تعويمها في فصل المتعلق بفصل 60 هذا هو التهرب من اتخاذ موقف عملي ملموس من قضية التطبيع، وهذايا كنا قلناها قبل على قيس سعيد، وماني قلت له نتحداك، الشوط الثاني ربحته تاع التحدي، هاو اتضح وان قيس سعيد الخطاب نتاعو التطبيع خيانة عظمى، مجرد لفظ ومجرد خطاب لا اكثر ولا اقل، ومجرد معناها شعار.